مناسبة الاحتفالات الوطنية وضمن فعاليات مهرجان شكرا، وبمشاركة أكثر من 500 رياضي وبالتعاون مع 22 جهة حكومية وأهلية، انطلق ماراثون شكرا الشهيد الثاني تحت شعار كل ما عطيناها يبقى علينا دين. هذا الماراثون الثاني للسنة الثانية على التوالي بالفئات المشاركة ست فئات، ومنهم فئة المعاقين طبعا، والحمد لله من فوز إلى فوز ومن نجاح إلى نجاح، وبإذن الله يا رب إن شاء الله حتى السنوات القادمة نكمل الثاني، وصلنا وإن شاء الله نوصل أكثر وأكثر وأكثر بالعدد. وصلنا أكثر من 500 متسابق، مشاركة من وزارة التربية والهيئة العامة والجزارة الدولة والأندية والاتحادات، والأهم في هذا وصول معانا النادي المعاقين والهيئة العامة للإعاقة. طبعا الماراثون ميزته أنه يجمع كل شرائح المجتمع وليس فقط هواة. الماراثون ضم ثلاث فئات هي المعاقون والمحترفون والرجال والنساء، مقسمة على مجموعات عمرية متدرجة، ويمتد السباق لمسافة 4 كيلومتر لجميع الفئات. وسبق الماراثون عرضا للطائرات الورقية ومسيرة للدراجات النارية والسيارات الكلاسيكية القديمة. شيء أنا أحب الرياضة، وثاني شيء تطوع حق أخوانا الشهداء، ومنها يعني انت تعرف على الربع وتعرف على اخوانك. تنظيم صراحه حلو وجميل، وتسكير الشوارع واخوان الداخليه الله يعطيهم العافيه، والحكام هم ما قصروا. السباق تنظيمه حلو لانه رائع، والحمد لله طلعت مركز ثاني، والسباق معروف كل سنه اشارك فيه. مكتب الشهيد يسعى من خلال تنظيم مثل هذه السباقات إلى تعزيز روح المشاركة من خلال إشراك عدد كبير من أبناء المجتمع في فعالية رياضية، حرصا على الاهتمام بالجانب الرياضي. حسن بن غيام، تلفزيون دولة الكويت.